اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك في سلسلتنا الجديده رايكم. الفكره بكل اختصار للناس اللي ما شافوا الحلقه الاولى انه احنا نحط صوره فنان ونقول ايش رايكم ايجابي ولا سلبي ونتكلم عن ارائكم واعطيكم راي على ارائكم. يا الله يا جوستاف اقسم بالله انت مره عبقري سبحان الله. فقبل ما نبدا الحلقه لايك سبسكرايب اشرح حق اصحابك المحتوى والسؤال النشر واكتب لي تحت في الكومنتات انت ايش قاعد تسوي انت قاعد تشوف هذا الفيديو هل قاعد تاكل هل قاعد تنام هل انت في المدرسه هل انت مسافر هل انت بتسوق سياره اكتب لي تحت في الكومنتات اي شيء انت قاعد تسويه حاليا يا وقال ما نطرح آراءكم انتوا تعرفوا ان احنا عندنا براند ملابس احسن ملابس في التاريخ فتقدروا تشتروا البلوفرات والتيشيرتات حقتنا من موقعنا موقع البيجوست بحط لكم الرابط في التعليقات وبحط لكم برضه في الوصف احلى ملابس في العالم الصراحه هي ملابسنا ملابس البيجوست. فناننا هذه الحلقه زي ما الاغلب شاف اللي هو 6ix9ine الرابر الامريكي اللي من اصول لاتينيه فالصراحه في تعليقات مره كثيره حاليا خلينا نقرا آراءكم ب 6ix9ine. انا متوقع انه اراكم عن 6ix9ine مره سيئه بس اتمنى انه اراكم تكون ايجابيه وبدون شخصنا. اول راي معانا بصراحه كشخصيه ومواضيعها مره تراش لكن البيتات اللي استخدمها وطريقه مشيته عليها مره جيده ويقدم ميوزك باسلوب مختلف وجديد على الساحه. جديد على الساحه ممكن اختلف معك شويتين بس الصراحه يعني هو بيتاته وحشه بيتاته قويه وحشة من ناحية انه هي متوحشة سافج مو وحشة يعني هي سيئة. الايجابيات اشوف تسويقه دائما ناجح بغض النظر عن انه يرجع بقصة شعر غريبة وايضا بعض الاغاني هيد وسلبيات كل شيء ثاني واولها المشاكل. هو مرة كويس من ناحية التسويق الصراحة لنفسه بس هذا التسويق تسويق ايجابي وسلبي في نفس الوقت. ايجابي من ناحية انه هو يدوم فترة بسيطة انه خلاص انا عندي تراك راح اسوق له وراح اجيب ارقام مرة كبيرة على التراك. سلبي من ناحية انه هو ما بيبني قاعدة او بيئة كويسة حوله. هو قاعد يسبب مشاكل مره كثيره فعنده اعداء مره كثيرين واغلب الناس اللي بيتابعوه ما بيحبوه هم بيروحوا يشوفوا اوكي ايش جديد 6ix9ine خلينا نشوف ايش جديد 6ix9ine ما بيحبوه وهذا الشيء يوضح لك متى لما ينزل البوم ويحاول يبيع مبيعات مين الناس راح تدفع فلوس الناس اللي بتحبك الناس اللي بتحبك قليل فمبيعاتك دائما ضعيفه ناس هي بتيجي تتفرج عليك من باب اللقافه وليس من باب الاعجاب وهذه مشكله مره كبيره قاعد يواجهها 6ix9ine. من ناحية الميوزك تكاشي ذكي في التسويق دائما اغاني تضرب لكن المبيعات تكون داون بالضبط وهذا الشيء السلبي بعض شخصيته غير كذا هو حاليا قاطع فترة شوية طويلة وهذا الشيء يهدد شهرته بعض من اغاني جيدة فيها شيء مختلف بس بعضها ما تنسمع بصراحة. شوف انت كفنان لازم تجمع كذا الطاقة والهالة كاملة تلفها في وقت واحد تصير انسان مرة مشهور كل الناس تتكلم عنك وبعدين ترجع تختفي اما زي انت قلت تكون الاول في الترند الاول من ناحيه المواضيع الاول من ناحيه الاعلام طول السنه هذا الموضوع صعب والناس راح تطفش منك فعشان الناس لا تطفش منك انت تختفي فتره طويله بعدين ترجع كده بوف قنبله بعدين ترجع كمان تختفي مره ثانيه وهذا الشيء اللي قاعد يسويه ترافيس سكوت وكثير من الفنانين فحس ان 6ix9ine هو بيتبع نفس المدرسه انه هو حاليا بيختفي فتره طويله بعدين يجي بوف ينزل لك كده تراك يفجر الدنيا ممكن يندس واحد ما تدري الصراحه مشكلته مع ليل دورك اللي عندها ما خلصت فممكن يرجع بديس بعد ينزل البوم ممكن. جيد في البيتات وطريقة الغناء عليها وطراش في كل شيء تاني هو عنده أداء كويس أداء سافج على البيت عنده كاريزما كويس على البيت والكاريزما ليست الفلو الفلو أداءك على البيت في ناس عندهم أداء خرافي بس ما عندهم كاريزما في ناس عندهم كاريزما بس أداؤه ما هو خرافي 6ix9ine أداؤه ما هو خرافي بس عنده كاريزما خرافية والكاريزما والأداء موضوع مرة مختلف وعشان أعطيكم مثال مثلا ناف كأداء مرة أسطوري بس ككاريزما ضعيف الصراحة بصراحة أنا أسمع له كثير وتعجبني الموسيقى اللي يقدمها بس مو صوته وكمان هو شخص مرة مشكلجي وانسجم مرة كثير بس في النهاية حطم أرقام كثير. أول شيء بعطيك نصيحة عشان الناس يشوفوا إنه أنت إنسان فاهم راب عشان الناس يشوفوا إنه أنت إنسان غبي في الراب لما تتكلم مع ناس فاهمة في الراب الصوت شيء جدا مو مهم في عالم الهيب هوب
المنتدي ايش تقول؟ والله صوته ما هو حلو، انت بتوضح للناس انه انت لا تفقه شيء. فدائما تعليقك مو على الصوت، تعليقك واضحين يكون على النبره وعلى الكلمات، على الكاريزما، على الفلو. هذا شيء بيوري الناس انه انت انسان فاهم. ما ادري اذا في ناس كثير تختلف معاي بهذا الشيء، بس 6ix9ine يعرف كيف يروج لنفسه، ويعرف كيف يصير هيت في العالم، ويعرف متى يتحرك ومتى يقعد. وغير ذلك اغاني من جد طرب، ما اهتم فيه شخصيا ولا اهتم فيه شخصيته. اني كمستمع انا اسمع الراب فقط، الشخصيه خلها في بيته ما احتاج. بس هو انسان يعرف يروج لنفسه صح، ويعرف متى يروج لنفسه. كلامك فيه له اشياء صح وفيه له اشياء غلط. من ناحيه التسويق يعرف يروج نفسه، راح اتكلم عن هذا الموضوع. لكن موضوع ما تهمك الشخصيه، هذا الموضوع عليه 60 خط احمر تحت هذه الكلمه. اوكي الشخصيه ممكن انت ما تهمك كشخص قاعد يسمع الميوزك، بس شخص بيتابع الفنان في الانستغرام، بيتابع في اليوتيوب، بيشوف كل كبيره كل صغيره. الشخصيه مره تاثر على استماعك على الميوزك. يعني بعض احيان في شخصيات انت ما بتحبها، لو سووا انت ما بتحبها. وممكن اعطيك مثال، روس في امريكا رابر مكروه، سوى اللي سوى هو رابر مكروه. ناف رابر مكروه في امريكا، سوى اللي سوى، نزل تراكات مرة حلوة، هو في الاخير مكروه عشان شخصيته ما بتعجب الجمهور الامريكي، عندهم تحفظات مرة كبيرة عليه. ما بنتكلم عن ايش الاسباب، مهمة او غير مهمة، بس في الاخير الشخصية تلعب دور مرة كبير في نجاحك كفنان. احبه وحب اسمع كثير اغانيه لانه اسلوبه كثير حلو، وتراكات اللي قدمها نار بتجذب الواحد. وكمان احتل ساحة الراب وصعد العرش رغم صغر سنه، وعمل جمهور كبير. لكن شخصيته فما احتاج احكي بالتعليقات جاوبوك، لانه دائما بيستخدم المصاري للبنات كوسيلة للكليبات. احتل ساحة الراب وصعد العرش رغم صغر سنه، كده اوفر صراحة. انه جاب مشاهدات مرة كبيرة في امريكا، هذا شيء مو مهم. انه انت تجيب 600 مليون 500 مليون اوكي هو نجاح، بس ما هو مهم. لانه في الاخير لما يجوا الناس بيقيموك، اول شيء بيقولوا ايش جوائز عندك؟ عندك جرامي؟ لا والله. عندك ام تي في؟ لا والله. عندك ما عندك جوائز؟ اوكي هذا واحد. كم مبيعات قاعد تبيع؟ ايش الشهادات اللي عندك؟ والله ما عندك. اوكي بسحب عليك، حتى لو عندك شهادات قليله بسحب عليك. مشاهدتك في اليوتيوب لنفسك تسوقها بينك وبين الجمهور. ما تيجي تقارن افضل الراوز في التاريخ، افضل الراوز في هذا العصر، افضل راوز في هذول السنه، على طول بيحطوا المبيعات، بيحطوا الجوائز، بيحطوا الحفلات الكبيره. ف 6ix9ine من هذه الاشياء لا يوجد. فاحتل ساحه الراب وعرش الراب اوفر اوفر اوفر. إيجابيات، اتفق جميع نقاد الموسيقى عن عدم كفاءتها لدي قاعدة جماهيرية لا تفقه في الميوزك شيء. اذا كنت تسمع اغاني وتتابع ويعجبك، انصحك تشوف طبيب نفسي عشان يعالجك حتى ترجع انسان طبيعي. هذا الكومنت فيه له ثلاثة مواضيع اساسية لازم نتكلم فيها. اول موضوع، هل اللاتيني عادي يقول كلمة نيجا؟ الموضوع ده مختلف فيه الافارقة من اسمه واحد لاتيني يقول نيجا بيزعلوا منه، بعض الاحيان بتضربوا معاه، بعض الاحيان بحس انه اوكي انت معانا بس ما انت معانا. هم ليش يقولوا انت معانا بس ما انت معانا؟ لانه في الاخير اللاتينيين عايشين في امريكا حياة صعبة برضه، حياة تشرد. كثير منهم كانوا برضه مستعبدين بدين، لانه اغلبهم كانوا من الهنود الحمر او الناس البدائيين او الفقراء اللي كانوا في امريكا، فكان استعبدوهم بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره. وكلمه نيجا مقتبسه من نيجرو اللي هي اسود باللاتيني، ففي منطقيه في الموضوع. يعني الموضوع الثاني انه اللي يسمع 6ix9ine لازم يروح يتعالج. شوف انا ممكن اختلف معك في هذا الموضوع. 6ix9ine اغاني مو المحببه لي، ما احب اسمع 6ix9ine بصراحه، بس انا اذا نزل جديد بروح اشوف. الفضول هذا هو اللي لعب عليه 6ix9ine. 6ix9ine ما بيسوي لك اغاني عشان تدوم معاك سنين طويله وتسمع حتى بعد 10 سنين، لا. 6ix9ine بيعيش اللحظه، بينزل عمل يبقى تسمعه هذا الشهر وتنساه، وهو ينزل لك عمل ثاني ان شاء الله مستقبلا وتسمعه برضه شهر وتنساه. اعماله ما تدوم لانه محتواها ضعيف، لانه قيمتها ضعيفه، وهذا الشيء هو اللي بيلعب عليه. فهذا ذكاء من 6ix9ine انه هو يعرف يسوي شيء ويعرف يبيعه للفئه المستهدفه. وبس هذه كانت الحلقه الثانيه من رايكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين الفنانين تبغون نسوي عنهم حلقات في المستقبل او في الاسبوع القادم. لايك سبسكرايب، انشر حق الصحاب، كم محتوى ثاني نشر. بيس اوت.